أصدرت البنوك السعودية 14 مليار دولار من السندات حتى 11 من نوفمبر مقابل توقعات لبلومبرج انتليجنس بإصدار ديون جديدة لا تقل عن 15 مليار دولار سنويا حتى 2028 لدعم استثمارات المملكة. بحسب محللي الوكالة قد يصل الإنفاق على الإنشاءات في السعودية إلى 708 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة بناء على بيانات شركة ميد لشهر سبتمبر، ما يعني أن المقرضين قد يحتاجون لنحو 400 مليار دولار خلال تلك الفترة إذا مولوا 60% من هذه المشاريع باستخدام مزيج من الودائع والديون. أصدرت هيئة السوق المالية السعودية قرارات لتيسير الشروط والمتطلبات الخاصة بطرح أدوات الدين، وذلك في إطار جهود المملكة لتنويع مصادر التمويل للمستثمرين المحليين والأجانب. وبحسب بيان الهيئة، تأتي الخطوة في وقت تركز فيه السعودية على تنويع مصادر التمويل اللازم لتنفيذ استراتيجياتها والهادفة لتنويع الاقتصاد المحلي بعيدا عن واردات النفط. القرارات الجديدة تمثل أكبر حزمة تحسينات في سوق الصكوك وأدوات الدين منذ إطلاقه، حيث شملت تعديل شروط طرح الأوراق المالية ونشرات الإصدار بجميع فئاتها. ويبلغ سوق الدين في السعودية حاليا حوالي 800 مليار ريال، ما يمثل ضعف ما كان عليه قبل 5 سنوات. إذن ينضم إلي في الاستوديو السيد فيصل علي، وهو مدير محافظ أول في أزمة أم إي ليميتد، إذن أو ميدل إيست ليميتد. أهلا وسهلا بك، شكرا لوجودك معنا سيد فيصل. نسلط الضوء على هذه القرارات فيما يتعلق بتخفيف شروط ومتطلبات طرح أدوات الدين في السعودية. أريد أن أسألك عن انعكاس ذلك بوجهة نظرك على حجم سوق السندات والصكوك في السعودية. Thank you for having me. شكرا جزيلا على استضافتي. هذه إشارة قوية من السعودية لأنها تظهر أن الجهات الناظمة تدرك ما يجري في السوق، ومن المفيد أن تتخذ هذه القرارات لتطوير السوق، وهذا يقلل من التكاليف وهذا سيزيد من عدد المصدرين وتحديدا من القطاع الخاص. السعودية عبرت عن رغبتها بزيادة نسبة مشاركة الأجانب وزيادة الأحجام، وهذا عامل مهم لزيادة النمو في سوق السندات السعودية. مرحبا بك سيد فيصل. يعني أود أن أسألك عن هذا يعني التطوير فيما يتعلق بتشريعات لسوق الدين في السعودية، أهمية هذا التنويع خاصة بربما تخفيف الأعباء إن كان على الجانب الحكومي في التمويل أو كذلك الجانب البنكي الذي ربما لديه بعض تحديات أيضا في السيولة. No, this is exactly the right step. هذه الخطوة مناسبة لزيادة السيولة في السوق، لأننا سنرى نسبة أعلى من مشاركة الأجانب في السوق السعودية إذا كانت أحجام الإصدارات ستزداد، وهذا ما تريده الجهات الناظمة. نتحدث مع المستثمرين الأجانب وهم عبروا ويعبرون عن رغبتهم للاستثمار في السوق السندات المقومة بالعملة المحلية في المنطقة، والسعودية بلد كبير، وبالتالي التنوع والتزايد في الأحجام هذا سيستقطب استثمارات أجنبية مباشرة، ولا بد من تزايد الأحجام ليزداد استثمار الأجانب. وأيضا هذا سيساعد السعودية على أن تضاف إلى بعض المؤشرات مثل مؤشر جي بي مورغان للدخل الثابت، وهذا تلقائيا سيستقطب أيضا أموالا وسيولة إضافية للسعودية. كان صندوق النقد قد توقع أن تصل نسبة سوق الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بالسعودية لحوالي 30% العام المقبل، النسبة منخفضة نوعا ما ولكن تحسن ملحوظ فيما يتعلق إذا ما قرناها بالعقد الماضي. ما هو المطلوب بالإضافة إلى هذه التعديلات التي تابعناها من أجل أن نرى المزيد من النشاط في سوق الدين في السعودية الفترة المقبلة؟ الحكومة اتخذت الخطوات المناسبة، ولا بد أن تتزايد الإصدارات من السعودية وتحديدا من القطاع الخاص. إذا حصل ذلك فتلقائيا سنرى تزايدا في الاستثمارات الأجنبية واهتمام الأجانب. السعودية بحاجة إلى الكثير من الأموال لتمويل عملية النمو التي تريد الحكومة تطبيقها في إطار تنويع هذا الاقتصاد، ولا بد من انخراط الأجانب، وهذا سيحصل عندما تتزايد الإصدارات. بالنسبة للمستثمرين الأجانب،
هذا أمر مفيد، فهم ينكشفون على السوق السعودية والديون السعودية، وهذا يمكن أن يقلل من الارتباط في المحافظ الأجنبية، لأن السعودية تنمو، وخاصة أن بقية الدول وتحديدا المتقدمة من المتوقع أن يتباطأ النمو فيها، بينما السعودية ستواصل نموها، وهذا تلقائيا يعني رؤوس أموال ستأتي إلى السعودية، وما فعلته الحكومة في السعودية إيجابي جدا وسيترك أثرا إيجابيا من خلال هذه التشريعات. جميل. سيد فيصل، طيب بالنسبة لحصة سوق السندات من تمويل الشركات في السعودية 11%، في المتوسط لمجموعة العشرين هو 47%، يعني ما هي أهمية هذان الرقمان والتوسع في سوق السندات والصكوك في السعودية؟ Yes, it's very important. هذا أمر مهم جدا. الشركات السعودية ومن حيث حوكمة الشركات ربما أقل من نظيراتها العالمية، وعندما تتزايد الإصدارات هذا يعني أنها ستنكشف على آليات السوق وضوابطها، وهذا سيوضح أوضاع الشركات، وعندما يحصل ذلك فإننا سنرى تلقائيا تزايدا في الإصدارات. وبالنسبة للمصدرين من المهم الدخول إلى أسواق الدين، فهذا يسمح لها بالحصول على تمويل طويل الأجل، فمن البنوك عادة التمويل أقصر أجلا وربما يضطرون إلى الاعتماد على الأصول المضمونة، أما في سوق السندات فيمكن أن يقوموا بصفقات غير مضمونة وأن يحصلوا على تمويل أطول أجلا. وكما قلتم إذا تحسنت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هذا الأمر سيفيد الاقتصاد السعودي، فمع تزايد الإصدارات وتزايد الأموال القادمة إلى الشركات هذا يعني نموا اقتصاديا تلقائيا وأعلى. طيب نعلم بأن السعودية يعني تعمل على تنويع اقتصادها، تابعنا الفترة الماضية ما زلنا نتابع التراجع في أسعار النفط، تابعنا الميزانية السعودية للربع الأخير عجز في الميزانية، هناك هذه التحديات فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي، هل كل ذلك يدفعنا لنرى بأنه سيكون هناك اعتماد أكثر على سوق الدين في الفترة المقبلة؟ Yes, you're right. You will see much. أنت على حق تماما، سنرى اعتمادا أكبر، فأسعار النفط تتراجع بينما الحكومة لديها خطط استثمارية قوية وطموحة. وبالنسبة لتصنيف السعودية ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي هذه النسبة أقل من النظراء، وهذا يعني إمكانية للاقتراض بمقدار أكبر، والسعودية يتحسن تصنيفه، وبالتالي الحكومة لديها مجال واسع للمناورة، وهذه خطوة إيجابية من الجهات الناظمة في السعودية. شكرا جزيلا لك على وجودك معنا سيد فيصل علي، المحافظ أو مدير محافظ أول بأزموت أن إي ليميتد، شكرا جزيلا على وجودك. اختتم معرض سيتيسكيب العالمي 2024 أعماله في الرياض محققا قيمة تعاملات عقارية تجاوزت 230 مليار ريال. المعرض والذي استمر لمدة 4 أيام شهد مشاركة محلية ودولية واسعة، حيث تخطى عدد الزوار 172,000 وشاركت أكثر من 400 جهة عارضة، منها 47% شركات دولية. من جانبه أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحكيل على دور المعرض في تعزيز نمو القطاع العقاري وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. هذا وشهد المعرض توقيع اتفاقيات استراتيجية بقيمة 30 مليار ريال، بينما حققت مبيعات الوحدات العقارية أكثر من 20 مليار ريال. إذن أيضا يتجه قطاع العقار في السعودية ليكون ركيزة أساسية بتحقيق استراتيجية تنويع اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط، حيث ساهمت الأنشطة العقارية بنحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي، فيما بلغت الصفقات العقارية ما قيمته 630 مليار ريال منذ بداية هذا العام بحسب هذه التصريحات لوزير البلديات والإسكان ماجد الحكيل وبيانات نايت فرانك. أيضا يعزز مستهدف رفع تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول 2030 الطلب على 115,000 وحدة سكنية، فيما يبلغ العجز الحالي في سوق الإسكان بالمملكة 825,000 وحدة سكنية، 35% منها في العاصمة الرياض. كذلك أشار تقرير نايت فرانك إلى أن الوحدات السكنية قيد التطوير حاليا تتجاوز 1 مليون، بينما تم منح 130 رخصة خلال العامين الماضيين لبيع مشاريع على
والخارطة بقيمة إجمالية تجاوزت 200 مليار ريال. وفي شأن منفصل، أغلقت شركة لين تكنولوجيز جولة تمويلية من الفئة باء بقيمة تخطت 250 مليون ريال سعودي، وذلك بقيادة صندوق رأس المال الجريء الأمريكي جنرال كاتاليست. وبإغلاق هذه الجولة يصل إجمالي ما جمعته شركة البنية التحتية للتقنية المالية إلى أكثر من 375 مليون ريال منذ تأسيسها وحتى الآن.